بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. أيها الأخوات، نتحد اليوم رغم أن عددنا قليل، لكننا متحدون مع كل من يتابعوننا على وسائل التواصل لنصلي معاً من أجل أخواتنا الناذرات، الأخت أثار والأخت سوزان والأخت عفاف، كي يسلكنا سبيل الكمال والمحبة الكاملة، لنندم على خطايانا فنكون أهلاً للاشتراك في هذه الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة، لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. كم
صلي. أيد أيها الآب القدوس ما أزمعت عليه أخواتنا آثار وسوزان وعفاف، واعمل على أن تدرك نعمة العماد ملأها في نفوسهن بالالتزام الذي نوينه، فيؤدين لك الإكرام الجدير بك يا ذا الجلال، ويسعين بغيرة رسولية لنشر ملك المسيح ابنك ربنا الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور، آمين. القراءة الأولى قراءة من سفر أشعياء النبي. هو ذا عبد الذي أعضده، مختار الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزر شريعته. هكذا يقول الله الرب، خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا. أنا الرب قد دعوتك بالبر، فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونوراً للأمم، لتفتح عيون الغني، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة. أنا الرب، هذا اسمي، ومجدي لا أعطيه لآخر، ولا تسبيحي للمنحوتات. هو ذا الأولويات قد أتت، والحديثات أنا مخبر بها، قبل أن تنبت أعلمكم بها. كلام الرب. Oh, no.
القراءة الثانية رسالة القديس بولس إلى أهل فيلبي. يا إخوتي، إن كل هذه الأمور التي كانت لي ربحاً حسبتها من أجل المسيح خسرانا، بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسرانا إزاء الربح الأعظم، وهو معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل شيء وأحسبه نفاية لأربح المسيح، وأوجد فيه مبرراً لا بالبر الذي من الشريعة، بل بالبر الذي من الإيمان بالمسيح والذي هو من الله القائم على الإيمان، وذلك لكي أعرفه وأعرف قوة قيامته وأشترك في آلامه متشبهاً به في موته، لعلي أبلغ القيامة من بين الأموات. ولا أدعي أني قد حصلت على ذلك أو أني بلغت إلى الكمال، لكني أسعى لعلي أدركه، لأن المسيح يسوع أدركني. أيها الإخوة، أنا لا أظن أني أدركت، ولكن يهمني أمر واحد، وهو أن أنسى ما ورائي وأمتد إلى ما أمامي، فأسعى إلى الهدف لأفوز بالجائزة العليا التي يدعون الله إليها في المسيح يسوع. كلام الرب. الشكر لله. فلما رأى الجمعة صعد الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فشرع يعلمهم، قال: طوبى للفقراء بالروح، فإن لهم ملكوتا، السماوات. طوبى للودعاء، فإنهم يرثون الأرض. طوبى للمحزونين، فإنهم يعزون. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، فإنهم يشبعون. طوبى للرحماء، فإنهم يرحمون. طوبى لأطهار القلوب، فإنهم يشاهدون. طوبى للساعين إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمضطهدين على البر، فإن لهم ملكوتا، السماوات. طوبى لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم كل كذب من أجلي، افرحوا وابتهجوا، إن أجركم في السماوات عظيم،
فهكذا اضطهد الأنبياء من قمين سارة مندوبة الرئيسة الإقليمية وجميع الراهبات الحاضرات، الأخوات الناذرات، أيها المؤمنون المشاركون، رتبة اليوم مؤثرة لأنه ثلاث راهبات ينذرن النذور الدائمة في رهبنة القديس يوسف وفي الشهر المكرس له وأيام قبل عيده، لبل وخلال السنة التي خصصها قداسة البابا لتكريم وطلب شفاعة القديس يوسف. والرتبة مؤثرة أيضاً بفضل النصوص التي قرأت على مسامعنا، وأيضاً نصوص التكريس التي سنشترك بها بعد قليل. تسترعى انتباهنا القراءة الثانية إلى أهل كولوسي. يتكلم القديس بولس بلغة المال والأعمال والشركات التجارية، يتكلم بلغة الربح والخسارة. في نهاية كل سنة بتصدر الشركات ميزانية تؤكد بالأرقام على الربح والخسارة، والمفروض إنه يزيد الربح عن الخسارة وإلا ستنكسر الشركة. وكل إنسان عاقل يبحث عن الربح ويتجنب الخسارة. وفي رحلة التكريس يوجد ربح ويوجد خسارة. يقول القديس بولس: إن كل هذه الأمور التي كانت لي حسبتها ربحاً، حسبتها من أجل المسيح خسراناً. بعيد، كل هذه الأمور التي كانت لي ربحاً حسبتها من أجل المسيح خسراناً. أين الربح والخسارة في حياة المكرسة؟ المكرسة تترك الدنيا وما فيها، تتنازل عن حقها في التملك من خلال نذر الفقر، تتنازل عن حقها في الحرية الزائدة من خلال الطاعة للرؤساء ولإلهامات الروح القدس، وأيضاً تعزف بكامل حريتها عن الزواج. إذا كانت هذه هي الخسارة فأين الربح؟ يجيب القديس بولس الرسول: إني أحسب كل شيء خسراناً إزاء الربح الأعظم، وهو معرفة ربي يسوع المسيح. أمام معرفة المسيح وحبه اللامتناهي وشرف اتباعه ونيل حظوته، لا بل أمام الجائزة العليا، الجائزة الكبيرة التي يعدها الله لمختاريه، جائزة لم تسمع بها أذن ولم تخطر على بال إنسان، أمام كل ذلك يعتبر القديس بولس بأن متع الحياة الدنيا وأمجادها هي نفاية. نفاية، بس كلمة نفاية كلمة راقية ومؤدبة، لنقول ليقول القديس بولس بأن كل متع الدنيا وأمجادها هي زبالة، أي شيء تافه وبدون قيمة أمام معرفة المسيح وخبرة
محبته. وفي الإنجيل يوجد تأكيد مشابه على ذلك. إنجيل التطويبات يقول نفس الشيء بأسلوب آخر طبعاً: مهما قمنا من أفعال وتضحيات وجهود لنكون فقراء بالروح، لنكون ودعاء، ومهما حزنا وجعنا إلى البر ومارسنا الرحمة والمغفرة، ومهما نلنا من الاضطهاد، فإن ذلك لا شيء أمام التطويبات التي تعدنا ليس فقط بالملكوت السماوي، ولكن أيضاً بالعزاء على هذه الأرض، وبأن نعين وجه الرب ونكون حالياً من أبنائه المحبوبين. إخوتي وأخواتي، الراهبة الناذرة عالمة بما ينتظرها من ربح وخسارة، وقد عاشت خبرة مدة سنوات النذور المؤقتة، وهي بعد قليل ستقول بكامل حريتها، ستطلب من الكنيسة أن تلتزم نهائياً في رهبنة القديس يوسف، وستعلن بأنها ستتبع المسيح طول حياتها ضمن الجماعة الكنسية وفي خدمة الكنيسة وأولئك الذين سترسل إليهم. وهي تعلم أنها لا تقدر على ذلك وحدها وبقوتها الشخصية، وإنما بقدرة الذي دعاها. لذا أمام أسئلة المحتفل، عن رغبتها وقدرتها على التكرس، ستجيب كل راهبة بشجاعة: نعم، سأتبع المسيح بقوة الروح القدس، بقوة الروح القدس، نعم سوف أتبعه. ولكي تتمكن الناذرة، الراهبة الناذرة، من عيش هذا النمط الرهباني بجماله وأفراحه الروحية ونظامه وصعوباته، لا بد من صلاة الكنيسة بأجمعها، كنيسة الأرض متحدة مع كنيسة السماء. لذا ستقرأ أو سترتل جماعتنا طلبة جميع القديسين، بينما تلقي الراهبة الناذرة بوجهها على الأرض وكأنها ستموت عن العالم وعن مغريات العالم. نعم، كنيسة السماء ستأتي لتسعف كنيسة الأرض وتقويها بفضل شركة جميع القديسين، هذه الشركة التي تربطنا مع أهل السماء. ومن بين القديسين بالطبع سنذكر القديسة مريم وخطيبها القديس يوسف والقديسة إيميلي دي فيالار، وهي أحد النماذج التي تريد أن تصل إليه راهباتنا. وفي نهاية الرتبة ستلبس كل راهبة الخاتم الذي هو رمز يدل على ارتباطها الدائم بالمسيح، فالعلاقة بين المكرسة والمسيح هي علاقة حب سام يكون فيها السيد المسيح العروس الأوحد الذي يستحق أن يتعلق به قلب الراهبة بدون انقسام. أيها الإخوة والأخوات، نحن الحاضرين هنا نتحد مع الراهبات المشاركات على وسائل التواصل ومع أهل الأخوات الناذرات في العراق ومصر، ونحييهم من هذه الكنيسة، كنيسة شهداء الأردن في عمان، ونتحد مع جميع أصدقاء الرهبنة، لا بل ونتحد مع كنيسة السماء كي تواصل أخواتنا الناذرات السعي إلى الكمال الإنجيلي وعيش القداسة بشفاعة مريم العذراء والقديس يوسف. مبروك للرهبنة، مبروك للأهل،
مبروك لكنيستنا، ومبروك أخيراً لراهباتنا النادرات. آمين. لقد تنازلت يا رب ودعوت الأخوات آثار، سوزان وعفاف اللواتي يتقدمن نحو مذبحك المقدس وسط الجماعة المسيحية المجتمعة ها هنا. في رهبنة القديس يوسف الزهور وأعلن بأني سأتبع المسيح طوال حياتي ضمن الجماعة في خدمة الكنيسة وأولئك الذين سأرسل إليهم. أيتها الأخوات آثار، سوزان وعفاف، ماذا تطلبن من الله ومن الكنيسة؟ أطلب أن أتبع المسيح في طريق الحياة الرهبانية والرسولية طيلة أيام حياتي بنعمة الله ومحبته. لقد تكرستن لله في العمان والروح، فهل ترغبن الآن أن تتكرسن بصورة دائمة من خلال النذور الرهبانية؟ بقوة الروح القدس ومعونته أريد. هل أنتن مستعدات أن تتبعن بكل أمانة وحرية المسيح من خلال نذور الطاعة والعفة والفقر مدة حياتكن؟ بقوة الروح القدس نعم سأتبعه. هل أنتن مستعدات أن تعشن الإنجيل بروحانية القديسة إيميلي دي فيالار وقوانين رهبنة القديس يوسف للظهور؟ بقوة الروح القدس مستعدة. وأنت أيتها الأخت سارة ممثلة الرهبنة، هل تقبلين طلب هؤلاء الأخوات الثلاث؟ بعد أن عاشت معنا الأخوات آثار، سوزان، عفاف الحياة الرهبانية 9 سنوات، نحن اليوم سعداء بضمهن نهائياً إلى عائلتنا الرهبانية. لقد نلتن الموافقة الرهبانية، فباستطاعتكن الآن أن تنذرن حياتكن نهائياً للسيد المسيح. اللهم القدير والأزلي، أنا الأخت آثار يوحانا، تحييني نعمتك ويقويني حبك، أنظر لعظمتك الإلهية بين يدي الأخت سارة غنام مفوضة الرئيسة الإقليمية نذور الفقر والطاعة والعفة طيلة أيام حياتي في جمعية راهبات القديس يوسف الظهور وفقاً لقوانين المؤسسة وروحها، كما إني أكرس ذاتي لشتى أعمال المحبة بحسب ذاك الروح عينه. اللهم القدير والأزلي، أنا الأخت سوزان يوسف، تحييني نعمتك ويقويني حبك، أنظر لعظمتك الإلهية بين يدي الأخت سارة غنيم مفوضة الرئيسة الإقليمية نذور الفقر والطاعة والعفة طيلة أيام حياتي في جمعية راهبات القديس يوسف الزهور وفقاً لقوانين المؤسسة وروحها، كما إني أكرس ذاتي لشتى أعمال المحبة بحسب ذلك الروح عينه. اللهم القدير والأزلي،
أنا الأخت عفاف جمال، تحييني نعمتك ويقويني حبك. أنذل لعظمتك الإلهية بين يدي الأخت سارة غنيم، مفوضة الرئيسة الإقليمية نذور الفقر والطاعة والعفة طيلة أيام حياتي في جمعية راهبات القديس يوسف الظهور وفقاً لقوانين المؤسسة وروحها، كما إني أكرس ذاتي لشتى أعمال المحبة بحسب ذلك الروح عينه. باسم الكنيسة وباسم الرهبنة وبالسلطة المخولة لي أنا الأخت سارة غنيم، أتقبل نذوركن إن كنا بهذا التكريس تنتمينا انتماء كليا لرهبنة القديس يوسف الظهور وتشاركنا حياتها ورسالتها. تنازل يا رب وبارك أخواتنا آثار سوزان وعفاف وامنحهن نعمتك، اجعل منهن مع المسيح جسدا واحدا لتشع منهن محبتك ويرنمنا مجدك. أنت الإله الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين، آمين. Yeah.
بدل طلبات المؤمنين من صلي ونرتل طلبة جميع القديسين. أيها الإخوة الأحباء، لنرفع ابتهالنا إلى الآب الرؤوف الذي منه كل عطية صالحة وموهبة كاملة، كي تفي أو كي تقي أخواتنا آثار سوزان وعفاف اللواتي دعاهن الله إلى اتباع المسيح في ضرب الكمال الإنجيلي بالعهد المقدس.
الأسر الرهبانية ومساعيها بالخير على البشر. نسألك فاستجب لنا أن تحيا الأسر الرهبانية دوما بهدى روح مؤسسها في صحبة المسيح. نسألك فاستجب لنا أن تبارك أخواتنا الملتزمات وتقدسهن وتكرسهن. نسألك فاستجب لنا يا يسوع ابن الله الحي. نسألك فاستجب لنا أيها المسيح اصغي إلينا. أيها المسيح اصغي إلينا. أيها المسيح استجب لنا. أيها المسيح استجب لنا. أنصت يا رب إلى دعاء شعبك الخاشع، وانشر من العلا نعمتك الأبوية على أخواتنا، فينقي الروح القدس قلوبهن ويضرم فيهن لهيب المحبة الإلهية بالمسيح ربنا. آمين. Thank you.
صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الذبيحة عن يديه لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير كنيسة المقدسة بأسره. تقبل أيها الآب إكليل العذارى، قرابين إمائك وأدعيتهن، وإذ يلتزمن اليوم المشورات الإنجيلية آتيهن أن يخلصن لك المحبة طوال أيامهن بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إنه الزهرة الغضة التي نمت من أصل البتول الكريم وقد نادى بالطوبى لأطهار القلوب، وكانت حياته على أرضنا إشادة بمنزلة العفاف السامية. إنه عاش بيننا عاملاً بما يرضيك في كل حين، فوضع نفسه وأطاع من أجلنا حتى الموت على الصليب، وقدم لك ذاته تقدمةً كاملةً طيبةً رائحة. أما الذين يتركون كل شيء من أجلك فإنما يقفهم على خدمة جلالك الرفيع ويعدهم بكنوزٍ لا تبلى في أرجاء الملكوت السماوي. لذلك إننا مع جمهور الملائكة والقديسين لك نسبح على الدوام بنشيد المجد هاتفين. إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة،
فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم أذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبلنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بير باتيستا وجمع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات في هذا اليوم وشعبك بأسره. أذكر إخواتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول واردة الإله والقديس يوسف خطيبها العفيف، ومع الرسل الأطهار والقديسة إميلي دي فيالار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر فنقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوليها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك ايضا. لننحني بتواضع ونتبادل سلام المسيح. يا حبار الحامل خطايا العالم.
هوذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقاً أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. فمن اليوم أنا ملكك، ها أنا ملكك.
لنصلي. لقد وجدنا سروراً، لقد وجدنا سرورنا وبهجتنا يا رب في تناول الخبز السماوي، وفي احتفالنا اليوم بتأييدك لخطوة أخواتنا المباركة، فإياك نسأل أن تكون بهن رؤوفاً، وأن تجعلهن متحفزات لخدمة الكنيسة والناس أجمعين، بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. لنذهب بسلام وفرح المسيح. الشكر لله. Let's go.